بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير البنات. البارح الصراحه ما كنتش عواله، كنت خارجه انا وراجلي وبان لي محل ديال 5 دراهم، قلت نطلع نشوف شنو فيه. الصراحه لقيت فيه ما يدار، يعني خديت هذاك الشيء اللي محتاجاه. لقيت عنده هاد المنظمات كما كتشوفوا، هادو ديال المطبخ اللي كانوا ب 13 درهم، دابا لقيتهم ب 5 دراهم وصحاحين الصراحه، يعني نفس الكاليتي ديال 13 درهم. هادو لقيتهم عند مالي 5 دراهم. لقيت عندهم هاد لي طاس، هادو جبتهم باش على حساب القهوه هكا ولا الحليب، والحجم ديالهم زوين صغير، 5 دراهم حتى هو. خديت عندهم هاد لاطروس، هادو كما كتشوفوا البنات، هاد لاطروس ديال الخبز اللي كدير الوليدات في الساك ديال الباني ديالهم، ها انتما كتشوفوا في الداخل بحال الالومنيوم. غزالين بصراحه هادو، اللي يصلحوا للكبار وللصغار. وهادو خلاص راه عارفينهم البنات، هادو ديال الكوزينه ديال الفران، هما رخصهم ب 5 دراهم، يعني صحاحين. وشنو خديت اخر؟ خديت هاد الطبيصلات، هادو خديت منهم غير 3، يعني على حسب الاحتياجات ديالك. شوفي انت على حسب شنو، زعما كتقدري شحال تاخدي، 4 3 2، يعني كما بغيتي. خديت هادو ديال الكاب كيك، تما ب 5 دراهم، خديت 2 باكيات منهم. وخديت هاد السيرفيت فيهم 45، والحجم ديالهم صغيور، حتى هو يصلح للدار ويصلح للوليدات تجمعي فيه تحطيه في الساك ديالو كما كتعرفوا. المهم السيرفيت وصافي، هادشي بالنسبه اللي خديت. وصراحه زعما هاد 5 دراهم فيه ما يدار، يعني بزاف د الحوايج لقيت. يعني انا اللي خديت البارح كنت هي معولات بصراحه، خديتي هادو اللي كنت زعما محتاجه موقفه عليهم، وهادشي اللي كاين. يلا شكرا بزاف وتبقاو على خير.